قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان يسوع بين المجد والألم، حيث استضاف البرنامج القمص أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة القبطية في الأردن، حيث خلص الحوار إلى أن المسيح جاء وتألم ومات وقام من بين الأموات كي يخلصنا، فلنسبحه ونمجده لأنه صنع معنا رحمة. فإلى هناك أبونا، بالنسبة لموضوع الشعنين وإحنا مقبلين الآن على عيد الشعنينة، فمثل ما بالبداية حكيت إنه الشعنينة مش بس مظاهر الفرح، مع إنها واجبة في مظاهر الفرح، زي ما فرحوا أهل أورشليم بدخول السيد المسيح إلى القدس، لكن المعاني اللي انذكرت في الكتاب المقدس أنه دخل على جحش بابن أتان واستقبل بالأغصان الزيتون وسعف النخيل، وصارت الناس ترمي بملابسها أمامه عشان ما تطأ رجله الأرض، كل هذه لماذا؟ فمثل ما عرفت أنه في إلها أصول من العهد القديم، ودائما المسيح أنا جئت لأتمم، فهذه المظاهر التي دخل فيها السيد المسيح إلى أورشليم ما هي إلا تتمة لما تنبأ فيه الأنبياء لما قيل عنه. فما معنى أن يأتي ويدخل إلى أورشليم منتصرا ظافرا مثل الملوك، خاصة ممكن مثل ما تقول لي بعد نحن بالسرد الأحداث بالكنيسة في كان المثل تبع إقامة لعازر من الموت، ممكن هذه الشهادة شافوها شيء كتير كبير الناس إنه أقامت ميت، قالوا 4 أيام ميت ومنتن وأقيمة من الموت. فتفضل أبونا أنت تسرد لنا الأحداث ممكن بشكل روحاني أكتر. على قدر معرفتي البسيطة. يعني معرفتي على قد معرفتي البسيطة. بالعكس يا أمون، أنت غني في المعرفة. إيش الله يخليك. حضرتك دكتورة باسمة، كل الأحداث اللي راح نمر بيها في كنائسنا كلنا، وطبعا في ميزة هنا عندنا في الأردن نشكر ربنا عليها، يعني إنه المحبة اللي بين الطوائف بتظهر في مناسبات عديدة، يعني كمان إنه أي كنيسة هتدخليها في الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية، أي كنيسة، بديش أقول أي طائفة، أي كنيسة هتدخليها يوم الأحد القادم هتلاقي الشعنين. نعم. فوحدة العيد بيعطي قوة روحية للمصلين، الكل طالع على كنيسه، الروم طالعين على الروم، الأقباط طالعين على الأقباط، اللاتين، الروم الكاثوليك، السوريان، الأرمن، بقية الكنائس كلها. فهذا شيء المسيح فرحان بكنيسته. نعم. أورشليم بنسمي يوم الأحد هذا الدخول الانتصاري إلى أورشليم. نعم. دخل منتصرا كملك إلى أورشليم. ما هي أورشليم؟ أورشليم إلها معاني كتيرة. أورشليم طبعا بالمعنى الحرفي اللي هي في القدس، هذه أورشليم. أورشليم هي الأرضية، هي الكنيسة، وفي أورشليم السمائية هي ملكوت السماوات، وفي أورشليم قلب الإنسان، لأنه قال هو ذا ملكوت الله في داخلكم. فأورشليم من ضمن المعاني اللي فيها قلب الإنسان. نعم. فلما نقول أحد الشعنين نقول الدخول الانتصاري للسيد المسيح إلى قلب الإنسان. زعف النخيل طبعا أغصان الزيتون معروفة من أيام فلك نوح لما الحمامة جابت. نعم. معروفة. وغصن الزيتون دايما يشير إلى السلام. السلام. نعم. عشان هيك سموا المسيح ملك السلام. ملك نعم. السلام. وإحنا في الصلوات بنقول له بنطلب من يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. النخل ربما أورشليم ما فيهاش نخل. نعم. بس أريحة مليانة نخل. نعم. استلناوه. نعم. أزكى تمور بتجينا من وين؟ نعم، من أريحة. نعم. طب التمر هذا ما هو من النخلة. نعم. نعم. والنخلة ليش جابوها؟
ممكن يكون ربنا قد فكرهم، لأن في آية في الكتاب المقدس بيقول الصديق كالنخلة يزهو. نعم. الصديق الإنسان الروحاني اللي ماشي مع ربنا، اللي بيصلي بيقرأ الإنجيل بيتوب بيعترف بيتناول جسد الرب ودمه الحقيقيين. نعم. الأقدسين، ليه علاقة حلوة بربنا، بيربي ولاده في مخافة ربنا. هذا يقول الصديق كالنخلة يزهو. في عادة في العهد القديم ان كان لما يجي ضيف، عشان ما كانش فيه وسائل مواصلات، اول اشي يعملوه قبل ما يضيفوه يغسلوا له رجليه. نعم. ولسه هاي العادة موجودة في بعض الأديرة القديمة اللي من القرون الاولى، يعني يغسلوا له رجليه عشان متاعب الطريق. فهم مش هيلحقوا او مش هيقدروا مع الاعداد الكبيره اللي طلعت لاستقبال السيد المسيح ان يغسلوا له رجليه، فبدل غسيل الرجلين راحوا شالحين قمصانهم في الطريق، فرشوا القمصان كنوع من انواع التكريم. يعني نعم. زي ما احنا هلا يجي ضيف نفرش له السجاده الحمراء الطويله. نعم. هذه يعني تكريم، نوع من التكريم. فهو نوع من التكريم، كرم فيها الملوك يعني. نعم. فهو كملك. نعم. اعلنوا كملك، فرشوا القمصان. نعم. هذا الدخول الانتصاري الى قلب الانسان زي ما اتفقنا. ضايل شغله واحده في احد. نعم. الشعنين، ليش اتان وجحش ابن اتان؟ نعم. معروف الواحد رايح مشوار قبل المواصلات ووسائل المواصلات يعني الحديثه، اما حمار او حصان او جمل. نعم. مش جمالين يعني، انا رايح مشوار. نعم. اركب حصان مش حصانين. نعم. او هذه إلها تفسيرين. نعم. التفسير الاول، بعض الاباء الاولين قالوا الاتان وجحش ابن اتان بيرمزوا لليهود والامم. ان المسيح في دخوله، المسيح له المجد في دخوله الانتصاري، جاي يجمع. نعم. اليهود اللي امنوا فيه والامم اللي ما بيؤمنوش فيه، جاي يفدي الكل. ما هو الفداء الجمعة اللي بعدها. نعم. فجاي يفدي الكل، انا مش جاي عشان اليهود. بالعكس، القديس يوحنا الانجيلي في الاصحاح الاول قال الى خصته جاء وخصته لم تقبل، ما قبلهوش. نعم. نعم. الله، وما كنتوا مؤمنين بي كيف يعني؟ نعم. فهو أتان وجحش ابن أتان يعني هو أصغر من الحمار. أيوة. أصغر، ما هو يعني ليها معنى. نعم. أيوة ليها معنى. نعم. الأتان وجحش ابن أتان اليهود والأمم، ده التفسير. نعم. الأول. التفسير. نعم. الثاني بقى من عادات العهد القديم. نعم. لما عريس رايح ياخد عروسته من بيتها، بيت أهلها، فبيركب على أتان ويجر وراه بحبل جحش ابن أتان. لمين؟ لعروسته، عشان رايح ياخدها. نعم. فالمسيح لما بعت اتنين من التلاميذ هتلاقوا أتان وجحش ابن أتان. نعم. وإذا سألكم صاحبهما قولا المعلم يحتاج إليهما. نعم. طب ليش يا رب الاتنين؟ كأنه بيقول لنا أنا جاي أخد عروستي. نعم. مين عروسة المسيح؟ الكنيسة. كنيسة. والكنيسة ما هي؟ مش المبنى والجراسية، والكنيسة هي جماعة المؤمنين، هي. نعم. الشعب، هي الرعية. الصورة اللي أعطيتنا إياها كأنه حطيتنا بقلب الحدث، عم نشوف السيد المسيح كيف داخل على جحش بن أتان، على جحش؟ على أتان وجحش، أتان وجحش بن أتان. يعني الأتان وجحش أصغر شوي منه، بس هن التنين أصغر من الحمار. نعم. كمان. نعم. إنه هذا مش بس بعلامة إنه مثلا تواضع مثل ما يشار إله دائما في كنائسنا أو بيفسروا في الأباء، مع إنه السيد المسيح هو متواضع ويعطينا دائما صفة التواضع، لكن هي مربوطة أيضا بتفسيرات ورؤية العهد القديم. السعف النخيل ايضا كمان مثل ما انت تفضلت، اريحة، ما بدناش يزعلوا علينا هون بالاردن ابونا، كمان غور الاردن مشهورة بانواع التمر. نعم. والنخيل، فهي اريحة جزء من كانت من الاراضي كاملة يعني. هذا هو ارض واحدة كلها طبعا. ارض واحدة اكيد. كانوا ايضا كمان لسعف النخيل كانوا عم بيحضروا هن للفصح اليهودي. نعم. وكانوا ياخذوا سعف، يجيبوه سعف النخيل لتزيين بيوتهم مثل ما احنا عم نزين كمان. هذا انا قراته في احد الكتب لتفسير السعف النخيل. وشجره الزيتون، اغصان الزيتون هي علامه السلام. نعم. والملابس رموها
مثل ما تقول البساط الأحمر عم بيرموا ملابسهم لكي يطأ عليها السيد المسيح، مش يطأ عليها كمان السيد المسيح، هو الجحش الأتان وجحش الأتان. نعم. بيمشوا عليه. نعم. وجاء إلى الهيكل وماذا حصل هناك؟ نعم. هو في بس النداءات اللي كانوا. نعم. والنداءات وصلنا في الأعالي وصلنا. نعم. يعني اذكرنا ارحمنا، ارحمنا اللي لسه احنا لحد الان عم بنصليها في كان كيريا ليسون. نعم. يعني يا رب ارحم، هذه هي اوصلنا في الاعالي. يوم احد الشعنين بنقولها باللحن الشعنيني. نعم. له لحن متميز. نعم. هذا اليوم هوشعنا في الاعالي، هوشعنا في الاعالي، يعني اذكرنا مبارك الاتي مبارك الاتي باسم الرب. بس هذه الصلوات والطلبات لا تقتصر على احد الشعنين بس. نعم. المفروض ان احنا نتعلمها، نقولها في بيوتنا، نقولها واحنا في سياراتنا. نعم. الصلوات السهميه اللي الكنيسه بتلقي لنا اياها، كل ما ندخل الكنيسه تقول خلي في تواصل بينك وبين ربنا. الصلوات الاباء القديسين، الصلوات السهميه اللي هي يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، هذا بقى جزئية الصليب وبركة الصليب هنخليها مع الجمعة العظيمة. وصلنا في الأعالي، هوشعنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. لازم نكرر الجمل هذه كل يوم. كلمة أخيرة تدعو فيها الناس في هذا الزمن المبارك أبونا، وإحنا يوم الجمعة العظيمة وإحنا واقفين تحت الصليب نصلي ونقول له يا رب أعطيني قوة ونعمة وسندة. كان دايما داود النبي يطلب من ربنا سندة. نعم. آية ثلاث كلمات كان دايما يقول له اسندني يا رب فأخلص. نعم. اسندني يا رب فأخلص. فإحنا نطلب دايما الآية هذه سندة، ربنا يسندني يعني، وساعدني يا رب إن أنا ما أحكي لكش بقية السنة كلها، أصلبه أصلبه. نعم. ما أقولش عليك يا رب، أصلبه أصلبه، لا عليك ولا على أي إنسان، اللي هي أصلبه أصلبه هذه خطية الإدانة. نعم. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا إلي دخل بأخطاء وعيوب ونقائص الآخرين، يكفي أن أنا أفتش عن أخطاء وعيوبي ونقائصي وخطاياي، يكفي. هذا برضو نتعلمه من الوقفة يوم الجمعة العظيمة. فإن شاء الله يكون عيد بركة، عيد قيامة مجيد، نفرح بقيامة الرب اللي هي قيامتنا إحنا أصلا. نعم. لأنه بقيامته أقمنا نحن من موت الخطية، والناس المسيحيين المفروض وجوههم اللي عليها نعمة الروح القدس الساكن فينا، المفروض الوجوه دي الابتسامة ما تروحش منها أبدا أبدا، لأنه الروح نشيط، الروح القدس اللي فينا نشيط. وصلنا وقال لا تطفئوا الروح. نعم. ما تطفئوش الروح اللي جوا، الروح القدس اللي ساكن فينا من وقت المعمودية. نعم. إن شاء الله السنة هاي تكون سنة خير وبركة ببركة عيد قيامة مخلصنا الصالح، ونهني بعضنا خريستوس أنيستي المسيح قام، ويبقى قيامته المجيدة هي فرح لبقية السنة كلها.